والله لئن لم تكف عنه لأنشرن شعري. حلو الحته دي نعيدها شوي. والله لئن لم تكف عنه لأنشرن شعري. والله لئن لم تكف عنه لأنشرن شعري. الله 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 الله. ناد وصلت لنشر الشعر وقلع الحجاب تخيلوا. يعني انا نفسي افهم، يعني ياسر الخبيث دوت لما ابتدى يتكلم بالكلام ده ما فكرش فيه شويه؟ يعني هو ما فكرش فيه شويه؟ انا بجد نفسي اعرف هو ما فكرش فيه شويه، يعني ما فكرش في الكلمات، هل فعلا الكلمات دي تخرج من فاطمه رضي الله عنها وارضاها؟ لا لا، ده لسه في كمان، ده لسه في كمان. اتفضل. ولا شقن جيبي. ايه؟ فعن ولا انشرن شعري. ولا شقن جيبي. ولا اشقن جيبي. انتوا عارفين الجيب اللي هو ايه يا اخوانا؟ عارفين الجيب اللي هو ايه؟ اللي هو فتحة الصدر. عارفين فتحة الصدر؟ فتحة الصدر ديت، ده اسمه الجيب، ده الحتة دي كده اسمها الجيب. لما بتشق الجيب يعني معناه، تخيلوا انتوا بقى. أقسم بالله، أقسم بالله أنا لو شيعي بعد الفيديو ده لا أترك التشيع. يعني أنا لو شيعي بعد الفيديو ده لا أترك التشيع. يعني تخيلوا تشق الجيب، فلما واحدة تقطع هدومها ايه اللي هيظهر؟ طيب هما ما سكتوش، يعني هما ما سكتوش، يعني اقدموا على حرق الدار زي ما هما بيقولوا. اقدموا ولا ما اقدموا؟ اقدموا. طب هي اقسمت بالله ان هي هتشق جيبها، يبقى شقت، صح ولا مش صح؟ ما هي يا اما تكون نشرت شعرها وشقت جيبها لانها اقسمت، او ان الروايه كاذبه، ما مش معقولة ترجع في حلفانها، صح ولا مش صح؟ ده عند الشيعة، يعني عند الشيعة كده نشرت شعرها، قلعت حجابها، عند الشيعة إنها إيه؟ شقت إيه؟ صدرها، شقت جيبها، الجيب اللي هو فتحة الصدر، تخيلوا، وفرحان، لا وتلاقي الحمير قاعدين قدامه كمان وبيعيطوا. طيب، واحدة تاني عشان الناس ما سمعتش. يا سلمان لو سمحت روح لفاطمة. طب ما تروحش لفاطمة انت ليه؟ فدلوقتي الشيعة محطوطين بين خيارات، اما ان تكون الرواية كاذبة والذي يلقيها اكذب، واما ان تكون فاطمة ابرت القسم وشقت جيبها لان حصل التهديد. يعني اللي هي بتقول ايه؟ لو حصل وحصل وحصل هشق جيبي ولا انشرن شعري. طب حصل عندكم يا شيعة، يعني معناها ايه؟ انها نشرت شعرها وشقت جيبها، صح ولا مش صح؟ ولا احنا بنتكلم كلام مجانين؟ بفضل الله بنتكلم كلام عقلين ومتزن كمان. فانتوا ما بين خيارات، اما ان تكذبوا هذه الرواية وتكذبوا من يقول بها، واما ان تأخذوها وتكون فاطمة قلعت حجابها وقلعت هدومها كمان. فسبحان الله، وحاشاها وحاشاها يا شوية كذبة، وحاشاها يا شوية كذبة. أنا أقسم بالله، يعني عايزين إيه يا أخوانا؟ عندهم ياسر ده رأس، يعني مش مثلا واحد عادي كده معمم عادي هو اللي قال الكلام ده. وطبعا الكلام ده منقول من الكتب عندهم، طبعا ده منقول من الكتب، يعني هو ما جابوش من حتة بعيدة. فهل انت يا شيعي توافق على الكلام دوت؟ ده كلام يقال في بنت نبي النبي، في بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم تهدد بحرام؟ تهدد بايه؟ سمعني
تهدد بحرام، تهدد بإيه؟ تهدد بحرام، صح ولا مش صح؟ هل هددت بحلال أم بحرام؟ تهدد بحرام. بنت النبي صلى الله عليه وسلم تهدد بحرام. طب يا سيدي خليها زي ما انتوا بتقولوا كده، نشرت شعرها وشقت جيبها، يبقى وقعت في حرام ولا لا؟ يعني هي اقسمت وفعلا عملت كده، هتقع في حرام ولا حلال؟ ده غير النياحة طبعا والولا والكلام الفاضي اللي هم بيقولوه، لكن خلينا مركزين في نشر الشعر وشق الجيب. أيوة والله المفروض يترجم والله. ده قدر فاطمة، يعني الناس دي يا شيعة عمالين يقولوا والله الناس دي بتجمع أموالهم من وراكم، يعني هي مهمتهم إن هم يجمعوا الأموال من وراكم بس، لكن دول مش بتوع دين. لذلك أنا بقول لك، هل ياسر اللي أنتوا رافعينه إلى السماء هل هو ما فكرش في الرواية دي قبل أن يلقيها على الناس؟ ايه بقى انت موقفك يا شيعي من الروايات المشابهة لديت؟ لا ما يجي يدخل شيعي دلوقتي يقول لي مثلا هل هو فكر ولا ما فكرش؟ طب لما فكر هل هو بيضل الناس ولا ما بيضل الناس؟ هددت بحرام ولا هددت بحلال؟ طيب وقع، يعني الضرب وقع والحرق وقع، يعني معناها نشرت ولا ما نشرتش؟ معناها شقت الجيب ولا لم تشق الجيب؟ طب لو ما شقتش الجيب يبقى كده هي أقسمت على إيه؟ على شيء وما عملتهوش. طب يا ترى وهي بتقسم كانت عارفة إن هيحصل ضرب ولا مش هيحصل ضرب؟ طب وهي بتقسم عارفة إن هيحصل حرق ولا مش هيحصل حرق؟ يا شيعي حاول تفكر، حاول تركز وتفكر، حاول تستوعب الكلام اللي بيتقال لك.